فيديو جديد ردت فعل جديدة. مرحبا السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بألف الف خير. رجعت لكم بحلقة جديدة ومقطع جديد. سرقين حبايبي، انا كثير عم اشتاق لكم هاي الفترة لاني قاعد بالبيت بالحجر الصحي. السلام عليكم، انا اخوكم محمد من العراق. ممكن تعمل ردة فعلك على هذا المقطع مقارنة بين الجيش العراقي والجيش الاسترالي؟ سرقين. طيب يا اخوان، قبل ما نفوت على المقطع اتمنى تدوسوا لايك لهذا الفيديو. خلينا نشوف كم سراقي وسراقيين حبوا هذا المقطع. دوسوا لايك لهذا المقطع، وصلوا لي اكثر من 40,000 لايك، واشتركوا تحت عندي بالقناه وفعلوا الجرس. متحمس كثير سراقيين، يلا نروح ونشوف المقطع. ليتس جو. اوكي، بدايه المقطع تحيه كبيره. تحيه كبيره للعراق ولكل سراقي. اوكي، هون عندنا الخرائط يا اخوان. دائما بدي اعيد وكرر، الخريطه العراقيه وخصوصي جنبها سوريا معلم، بتحس راس اسد قوي معلم. شوف استراليا، بتحس انه ليه خروف. لا والله جد تحيه كبيره للعراق، حلوه، وسوريا جنبها، كفو. اوكي، شعار الدولة في استراليا: فلتقدم يا استراليا الجميلة. تمام، في العراق شعار الدولة غير معروف. شو شعار دولتكم اخوتنا العراقيين؟ احكوا لنا تحت في الكومنتات حتى الكل يعرف. اوكي، استراليا التأسيس 1901، العراق 1932. العاصمة بغداد. بغداد العاصمة في العراق. في استراليا اسم العاصمة كانبرا. كانبرا معلم، عم أقول ليش العالم بتحب الكانبرا. اوكي، عاصمة العراق بغداد. عدد سكان استراليا 23.5 مليون تقريبا، اما في العراق 40 مليون. كفو، الله يزيدكم. تسمية السكان استرالي اوزي. اوزي شو قصة الببجي؟ انا اليوم معلق مخي. تسمية السكان عراقيون. تحية كبيرة لاخوتنا العراقيين. الكثافة السكانية في استراليا 3.14، في العراق 82.7. شوفوا الفرق، الكم الهائل. متوسط العمر الاسترالي 82.5، اما العراقي 69، من ما يقارب السبعين. السن القانوني استراليا 18، بالعراق ايضا 18. يا اخوان، مين بيتذكر معي اكثر من مقطع صار عن مقارنات؟ تمام، كان العراق غير معروف، اليوم نعرف السن القانوني هو 18، مثل اي جميع البلاد 18، هذا بيكون سن قانوني. اللي بعده، نظام الحكم في استراليا معلم: ملكي، دستوري، فيدرالي. في العراق اتحادي، جمهوري، نيابي، ديمقراطي. ديمقراطي، بس ما بنشوف الديمقراطية في بلادنا العربية ابدا معلم، والله مشتهين ندوق هي الطبخة الديمقراطية. نفس الشيء كانت سوريا ولا العراق ولا اي بلد. ملك، وزراء، الرئيس ديفيد هيلري، هل هو يا شباب؟ في العراق ملك وزراء الرئيس ابراهيم صالح. اللغة الرسمية اللغة الإنجليزية، في العراق اللغة العربية واللغة الكردية. العملة دولار استرالي، دينار عراقي. ولك حدي يا زلمة، دينار عراقي. اوكي، حتى نتأكد ان المعلومة صح. جهة السير اليسار. اليسار في استراليا، اما في العراق اليمين. نحن من اهل اليمين. الناتج المحلي الاجمالي في استراليا 795 مليار دولار أمريكي، أما في العراق 510 مليار. الناتج المحلي الإجمالي للفرد 37,000، بالعراق 13,000 للفرد. ضمن دول العالم الأول، نحن من دول العالم الثالث. مؤشر التنمية 0.929 في أستراليا هاي، أما في العراق 0.573.
معدل البطالة في أستراليا 6%، عندنا في العراق 16%. يا أخوان ما بعرف ليش نحن العرب دائما عندنا كمية بطالة كبيرة كبيرة، عندنا بطالة 16%. أوكي اللي بعده، التصنيف العالمي 19، التصنيف العالمي 50، في فرق كبير كبير كتير. بس في بيتذكر يوم اللي حضرنا مقطع نحن وشفنا أنه التصنيف العالمي للعراق عام 1990 أعتقد كان الرابع عالميا، كفو أقوياء. اليوم 50. حكومات فاسدة، القوى العاملة 10 مليون في العراق 16، كفو. صالح للخدمة 8 مليون، 9 ما يقارب 9 مليون تمام، في العراق 13 مليون، دبل. بلوغ السن العسكري سنويا 282 ألف، في العراق 664. شبابنا كتار، اللهم صل على النبي. مجموعة جنود في أستراليا 80 ألف، خلنا نعطيهم هال 300 جندي هيك يا معلم هدية. معلم في العراق شوف 165 ألف مقاتل عراقي. نعم اللي بعده، القوات في الخدمة 60 ألف، في العراق 165، كفو. حلو والله حلو. القوات الاحتياطية 19 ألف، في العراق صفر. دبابات 59 على 309، حلو حلو. شوف قوة العراق، مدرعة 3000، في العراق 4000، ما يقارب 5000 بالعراق. أوكي، مدافع ذاتية 0 على 44، حلو. حماس مدافع 54 على 120، كفو. أنظمة صواريخ 0، عندنا 30 معلم، والله عندنا في يعني في بركة. مجموعة الطائرات 464، في العراق 348، ما في فرق كتير كبير. مقاتلات 82 على 26، مقاتلات هجومية 6 على 33، معلم نحن بنحب البش. طائرات النقل 38، عندنا في العراق 16. طائرات التدريب 174، في العراق 102. مجموع الهليكوبتر 133، في العراق 186، حلوين. هليكوبتر هجومية 22 على 40 معلم، حلو. مجموع القطاع البحرية 48، في أستراليا، في العراق 60 معلم، حلو. حاملات طائرات 2 في أستراليا، في العراق ماكو ما في. فرقاط دائما لازم خربت باسمها، فرقاط 8 في أستراليا، في العراق 0. مدمرة 2 على 0، كورفيت 0 على 0، تعادل. غواصة 6 على 0. يمكن بحكي لكم هالأرقام كبيرة عندهم مثل الغواصة هالقصص هدول، لأنه دور مدارات أستراليا مي يا إخوان. كاسحة الغام 6 على 0. المساحة، أوف شوف المساحة بتلعب دور كتير كتير كبير، 7 ما يقارب 8 مليون، حلو. في العراق ما يقارب نص مليون، في فرق كبير كتير كتير. بس نحن أجمل. طول الساحل 25 ألف، في العراق 58، مثل ما حكيت لكم لأنه معلم دور بداراتها مي. عدد المطارات 480، عدد المطارات في العراق 102. إنتاج النفط اليومي 263، في العراق شوف معلم العراق فيها نفط كتير كبير ما شاء الله مثل السعودية. إنتاج النفط اليومي للبرميل كم برميل؟ 4.5 مليون برميل، متخيلين هذا الرقم؟ يا الله يا الله. بدنا نشوف الميزانية، استهلاك النفط اليومي، شوف معلم طار الرقم، بدنا نعيد. استهلاك النفط اليومي في أستراليا مليون، في العراق أقل ما يقارب المليون، 825 ألف. احتياط النفط 1.821 مليار، في العراق معلم
142 مليار. يا الله، الدين الخارجي. اوف معلم، انا قصة الدين ما بحبها، بتخطوا لي هاي الشفة كتير بنمغص منها. اوكي، ميزانية الدفاع. شوف معلم، نحن قديش كان عندنا نفط بالعراق؟ شفتوا الارقام قديش كانت كبيرة؟ شوفوا هون عندنا بالميزانية، ميزانية الدفاع في استراليا 26 مليارات الملايين. معلم ارقام ما بتنقرا من كثر الاصفار. شوف بالعراق مليار و730 مليون، وعندنا نفط، في كان نفط معلم، في نهب، في نهب. كفي المقطع. اوكي، الرؤوس النووية صفر على صفر. اوكي سراقين، المقطع انتهى. ليك انا اللي استنتجته من هذا المقطع انه بالعراق في خيرات كثيرة، في مصاري معلم، بس في نهب، في حكومة فاسدة. المصاري وين بتروح؟ الله اعلم. تمام، لانه النفط يعني اللي موجود في العراق على هالاحصائية هاي لازم تكون ميزانيتها واو كتير حلوة بصراحة. فهذا كان مقطع اليوم يا اخوان، اتمنى انه ينال اعجابكم. لو مسك هذا المقطع سراقين احكوا لي تحت بالكومنتات اذا كانت المعلومات صح او غلط، ما بعرف، احكوا لي تحت بالكومنتات. باينا شوي صغير نفوت على المليون. الله يسعدكم ويحفظكم، وبس يا اخوان، تحية للجميع والسلام عليكم.